مع استقرار الحرب في أوكرانيا ومعها الحرب الاقتصادية الموازية التي تشن ضد روسيا، تتجلى أهمية مجموعة البريكس التي تجاوزت كونها مجرد تحالف اقتصادي لتصبح بمثابة تحالف سياسي قادر على تهديد نظام القطب الواحد. مجموعة البريكس وهي منظمة سياسية بدأت مفاوضات تشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصاديات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، لتنضم فيما بعد جنوب أفريقيا عام 2010. تحالف خماسي يمثل 40% من سكان العالم يسعى إلى منافسة التكتلات الغربية الكبرى التي تهيمن على 60% من الثروات العالمية ويجذب دولاً ذات اقتصاديات متنامية. وتظهر قوة البريكس من خلال وتيرة نمو دولها السريعة، بالإضافة إلى القوة الديمغرافية للتكتل الذي يقطن دوله حوالي 3 مليارات نسمة، أي ما يقارب نصف سكان الأرض. ويملك البريكس قوة اقتصادية هامة، حيث يبلغ رأس مالها ما يقارب 200 مليار دولار، مما جعل دول البريكس تحتل اقتصادياً مراتب متقدمة على الصعيد الدولي، سيما وأن الناتج المحلي الإجمالي لهذا التحالف ناهز حوالي 16.4 تريليون دولار، أي بنسبة 22.3% من الحجم العالمي لسنة 2016. وبذلك أصبح مصطلح البريكس يسمح بفهم أن مركز ثقل الاقتصاد العالمي تحول لمصلحة الاقتصاديات الناشئة. ولم يقتصر التعاون بين مجموعة دول البريكس على الجانب الاقتصادي وحده، بل تجاوز ذلك إلى الجانب السياسي قصد تعظيم منافعها وزيادة جرعة تأثيرها في النسق الدولي، حيث أظهرت العديد من القضايا السياسية درجة التنسيق داخل هذا الكيان على غرار الأزمة السورية، حيث وقفت الصين مرارا بجانب روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية واستعملت أمامها حق الفيتو عدة مرات، كما أسفرت عدة قرارات ترجمت الموقف المشترك لدول البريكس إزاء العديد من القضايا السياسية الدولية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. في الواقع أن مجموعة البريكس منذ ظهورها أعطت إشارة واضحة لمستقبل الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محط أنظار واهتمام دول كثيرة وزادت الرغبة في الالتحاق بها، ولعل أبرزها 3 دول عربية وهي بصدد تحضير ملفاتهم أو دعوتها للانضمام إلى مجموعة البريكس خلال القمة التي ستعقد في جنوب أفريقيا أوت المقبل، وهي الجزائر والسعودية ومصر، في سعي منها هو الأقرب إلى موسم الهجرة إلى البريكس. الخطوات الحثيثة للشقيقة الكبرى الجزائر نحو تحالف البريكس وضغط صندوق النقد الدولي بإملاءاته المقيطة على تونس، والتدخل الغربي السافر في شأنها الداخلي بعقلية استعمارية مبطنة، جعل تونس تدرس الانضمام إلى هذا التحالف الجديد، سيما وسط تعثر المفاوضات مع صندوق النقد وتضييق الخناق عليها. مسألة انضمام تونس رهان بات الأقرب للحكومة الحالية، أو بالأحرى الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع ضمان السيادة الوطنية واستقلال القرار. فهل تخلع تونس أغلال الاتحاد الأوروبي وتضمن مكانا لها ضمن تحالف البريكس، القوة الاقتصادية الصاعدة للقرن 21؟